كما جاء في الوصف هذا الهجوم يستحق بجدارة وصف التخريبي والإرهابي، لأنه أصاب وأراد أن يدمر منشآت تعود ملكتها للشعب العراقي بالإقليم، وحاليا كان هو هذا الغاز المنتج اللي انقطع منه 2500 ميجا كان يغذي محطتين كهربائيه كبيره في سليمانيه واربيل، وكان مخطط في مستقبل قريب ان يغذي دهوك، وهذه التغذيه جميعها هي للسكان والمواطنين ومؤسسات الحكومه التي تخدم الشعب العراقي في الاقليم. فاستهدافها حقيقه لا يوجد اي مبرر لها حقيقة، لحد الآن لم تتبنى أي جهة هذه، لكن بالتأكيد هي جهة لا تحب الخير لا للشعب العراقي ولا لشعب الإقليم. في تصوري هذا استهداف لكل العراق، لأن التجربة الجديدة الناجحة في استثمار الغاز لتوليد الكهرباء وتقليل معاناة المواطنين كانت تجربة فتية وناجحة، وكان ممكن الاستفادة من غاز لتجهيز بعض المناطق في كركوك أيضا. طيب، فاستهدافها حقيقة يمس كل العراقيين ليس فقط الإقليم شعبا وحكومة. طيب يعني سيدي، من هذا المنطلق تحديدا ومع تكرار الهجمات التي تستهدف هذا الحقل، من يتحمل مسؤولية حماية الحقول الغازية والنفطية، علما أنها تمثل مراكز سيادية لاقتصاد العراق بشكل عام كما تفضلت حضرتك، وتؤثر على سمعة البلاد بأسرها؟ نعم، بالتأكيد المنشآت الاقتصادية من هذا النوع المسؤولية هذه مشتركة لكل القوات الأمن العراقية في الإقليم وحتى في الحكومة الاتحادية، لأن هذه النفط والغاز هما عماد الاقتصاد العراقي بالنسبة نعرف تتجاوز 93%، وكان هناك آمال كبيرة يعول عليها في الغاز الطبيعي سواء في العراق أو في الإقليم لحل أزمة الكهرباء التي أصبحت تثقل كاهل المواطن العراقي وتصعب حياته. فهذه التجربة في حقل واحد، فيما لو كان توسيعها في أماكن أخرى وعزل الغاز الطبيعي اللي موجود بكميات هائلة في حقول الجنوب، كان ممكن العراق يحل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي ويستغني عن استيراد الغاز ويوفر الغاز والكهرباء ويوفر ما يصرف سنوياً 3 إلى 4 مليار دولار.